أعلنت مؤسسة حياة كريمة اختتام مبادرة ستارز التي أقامتها بالتعاون مع جامعة ومكتبة الإسكندرية. وضمنت المبادرة وضمت قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة بالتعاون مع فريق المبادرات بوزارة الصحة، وذلك أمام مجمع كليات جامعة الإسكندرية بهدف توصيل الخدمة بشكل مجاني لأهالي المحافظة. النهارده احنا موجودين في اليوم الختامي لمبادره حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الصحه وتحت شعار 100 مليون صحه في مكتبه اسكندريه بالتعاون مع جامعه اسكندريه، متوفر لسرطان الثدي كشف مبكر لسرطان الثدي. عندنا النهارده جلسه توعويه للبنات والسيدات عشان خاطر ازاي يكون بالكشف الذاتي عن سرطان الثدي، وبعد كده المبادره بره في شاحنه كامله مجهزه بالاجهزه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. الحقيقه احنا موجودين هنا في مكتبه الاسكندريه في احد اوجه التعاون ما بين مكتبه الاسكندريه ومؤسسه حياه كريمه، وهو الاحتفال بشهر اكتوبر، وهو الشهر الخاص بمكافحه او بنشر الوعي الخاص بسرطان الثدي. جايين عشان نعمل يوم توعوي وعلمي. الأول هنبتدي بندوة توعوية لمتدربات منظمة حياة كريمة، بعد كده عندنا لجنة متعددة التخصصات علشان نناقش نناقش حالات مستعصية عن سرطان الثدي، نناقش التشخيص وأحدث طرق العلاج للحالات دي. أفضل حاجة في المؤسسة إن هي بتدعم الشباب إن هم والأطفال كمان اللي هم في سن ثانوية عامة وكده، إزاي يعملوا عمل تطوعي يخدموا بيه المجتمع في ظل المبادرات اللي إحنا بنعملها. بيبداوا هم يشتغلوا معانا، وفي ناس جديده بتبدا لما بتحضر معانا حاجه بتقول لا انا عايزه انتمي للمؤسسه واعمل عاده تطوع معاكم، وبيبدا العدد يكمل. احنا وصلنا ل 1000 متطوع هنا على مستوى المحافظه. التطوع بالنسبه لنا ان احنا بنقدر نخدم اهالينا على الارض من مستوى الصحه، بنقدر نخدمهم من احنا نقدر نوفر ليهم الرعايه على الارض، ان احنا نقدم لهم الخدمات اللي ناقصه. النهارده بحضر ندوه توعيه صحه المراه عن مرض الثدي عشان يبقى عندي خبرة، يبقى عندي توعية بيها، ان انا اعرف اتصرف واعرف معلومات اكتر عن صحة المرأة.